الفريق سموحه كابتن عمر في لقاء اليوم، الهاني سليمان في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح في الجبهه اليمنى، في الجبهه اليسرى محمد شكري، كل من احمد عيد ورجب نبيل، حليمو وعبد الرحمن عامر الوافد الجديد، شريف رضا وجه يعني قديم بالنسبه لفريق سموحه، وكناريا ودشافا فييرا واليا سيلا كراس حربه بالنسبه لسموحه. هناك اربع لاعبين او خمس لاعبين من جولد فريق سموحه، بس هو يعني مع تغيير اللاعبين اعتقد هو مضطر خاصه في الجزء الهجومي، لان زي ما قلنا العناصر الاساسيه مشيت، وبالتالي بيلعب بالاثنين الافارقه، لكن هي الطريقه هي واحده على فكره، هو بيلعب 4-2-3-1. احنا قدامنا هنا شريف رضا تحت الفراو ده، لا شريف بياخد طرف وكناريا اللي بيخش كلاعب ارتكاز ثالث، تمام، وده وضعه الطبيعي يعني. فهي تشكيله متوازنه، طريقه اللعب ثابته، لانك كنت بتسال على طريقه اللعب، لا هي طريقه اللعب ثابته بيلعب بيها، بيامن تمام، ما عدا طبعا ما عدا احمد حمص دخل مكانه عبد الرحمن عامر، وعبد الرحمن عنده مميزات اكتر من حمص، انه بيدافع كويس في الجزء الهجومي، بيعمل عرضيات بشكل كويس، عنده التسديدات بشكل كويس، فاذا هو هياخد حرية هجومية مع ثبات حليمو، او في تبادل في الادوار يعني في حالة الهجوم لازم واحد فيهم بيهاجم. ومين دفاعين اكتر، حليمو ولا حمص؟ لا حليمو مميز جدا، مجهود عالي جدا، التحامات قوي جدا، عكس حليمو يمكن السن، اسف حمص السن الى حد ما كبير شويه. تكوين الجسم اخر مباراه في الدوري، تفتكر حضرتك نزل لما نزل حليمو ظبط الامور بالنسبه لخط الوسط؟ هو لما بيحتاج، لكن لا. اعتقد حليمو حمص موجود معاه في دكه البدلاء، لازم هيحتاجه في وقت من الاوقات، خاصه لو وصلنا لشوطين اضافيين يعني. نعم، فانا شايف هي طريقه اللعبه واحده مع تغيير اضطراري في المراكز. هنشوف الحقيقه هل هيعتمد على نفس الطريقه اللي كان بيعتمد عليها في ظل وجود مصطفى فتحي وعبد القادر، وهي الهجمه المرتده السريعه، هل اللعيبه دي الافارقه عندها السرعه الكافيه انها تعمل الهجمه المرتده؟ هي دي النقطه اللي هنشوفها في طريقه تفكير. نعم. احمد سامي. تشكيل فريق بيراميدز وخيارات الكابتن إيهاب جلال في لقاء اليوم، شريف إكرامي في حراسة المرمى، الرباعي الخلفي لا خلاف عليه أحمد فتحي في الجبهة اليمنى، في الجبهة اليسرى محمد حمدي، كل منا علي جبر وأحمد سامي قلبي دفاع. نأتي لنبيل دونجا ولاعب الارتكاز، يأتي هناك خماسي آخر، إسلام عيسى وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف وإبراهيم عادل. توظيف هذا الخماسي كابتن وليد في وجهة نظرك؟ أولا مبدئيا كابتن إيهاب إدى كل اللعيبة الكبار، ادي نقطة لازم يعني ناخد بالنا منها. شريف إكرامي بيبتدي بعد الإصابة، انت بتتكلم في احمد فتحي، في علي جبر، ثلاث لعيبة من خمسة في الخط الخلفي. ليه ولا صدفة؟ ايه؟ ليه ولا وليد الصدفة؟ لا مش وليد الصدفة، هو من وجهة نظر يعني هو بيرمي الكرة في ملعبهم. ودول لعيبة كبار، هو مش عايز ممكن يصطدم بيهم في الأول، فبالتالي حتى انت لو بصيت على الدكة هتلاقي كلها احمد ايمن منصور، ايريك تراوري، ناصر منسي، احمد توفيق طبعا بحكم ان احمد فتحي اكثر خبره واكبر في السن، ابراهيم حسن، اسامه جلال، جباس، دول كلهم اللعيبه يعني هو ابتدى بالجامدين. خلينا نتفق ان عبد الله السعيد، دونجا، رمضان صبحي، احمد فتحي، علي جبر، محدش فكر شيطاني برضه. اتفضل يا كابتن. هو خد بالك، هو هي سلاح ذو حدين. نعم. خلينا يعني برضو من اول كده قبل ما المباراه تبدا، يعني لو سموحه استغل فكره ان في عدد من تحديدا علي جبر واحمد فتحي في خط الدفاع لو اشتغل عليها كويس ممكن يخطف المباراه، لكن خلينا نقول الخمسه اللي قدام، الخمسه هيغيروا مراكزهم ما عدا رمضان صبحي، في اربعه ممكن اقول لك انا دلوقتي خمس ست طرق يلعبوا في كل الاماكن، يعني ممكن تبقى 4-3-3 وبتتطور ل 4-1-4-1، لكن انا بقول لك اللي مش هيتحرك رمضان صبحي من ناحيه الشمال. تمام. المشكله ان هو بيظلم معاه اثنين ما يلعبوش غير ناحيه الشمال، اسلام عيسى واحد فيهم، برافو عليك، ابراهيم عادل ثاني واحد فيهم، برافو عليك. تمام. فهي المشكله بقى ممكن فخر الدين بن يوسف نلاقيه مين زي ما كان بيستغله في الاسماعيلي، ويدخل ابراهيم عادل اللي ختم الموسم كراس حربه، يعني شادو سترايكر اللي هو مش راس حربه محطة. فهنا يبقى هيدخل اسلام عيسى في القلب ويخلي عبد الله السعيد هو اللي جنب دونجا، ادي واحدة. ممكن العب 4-3-3 يبقى عبد الله السعيد
واسلام عيسى هما الاثنين اللي على يمين وشمال دونجا، ويبقى الثلاثه اللي قدام رمضان صبحي في حته وابراهيم عادل في حته وفخر الدين بن يوسف هو اللي راس حربه. الاربعه تحديدا من خمسه اللي قدام هيغيروا مراكزهم بشكل مرعب. نعم. الوحيد اللي بنسبه كبيره هيبقى ناحيه الشمال هو رمضان، وبعض اوقات المباراه هيغير هيروح يمين برضه، لكن هو هيبتدي ناحيه الشمال لان الناحيه المميزه ليه برضه تاني دي بتاخد من طريقه اللعب في الفرقه. لما يبقى عندي ثلاثه احسن مكان ليهم ناحيه الشمال انا شايف ان دي بتبقى مشكله. يعني لو ابراهيم حسن موجود خلاص، ابراهيم حسن يمين. رمضان صبحي شمال، عبد الله السعيد في رقم 10 بتبقى سهله. لكن انا عندي ثلاث لعيبه احسن مكان ليهم هو الجناح الشمال. فدي يعني شويه، لكن هو بصراحه مستر جونياس وقبليه كان اروى برينا اول واحد لعب ابراهيم عادل كراس حربه، وابراهيم عادل سبحان الله بقى هداف فيها. رمضان صبحي لعب راس حربه، برافو عليه. وابراهيم عادل جاب اهداف لدرجه ان في مباراه تقريبا جاب فيها هاتريك في افريقيا وهو بيلعب راس حربه. صحيح. حتى اختلفنا هنا في الاستوديو وقلنا طب ما هو ما فيش كرات عرضيه. صحيح. واتفقنا انه هيعمل الكره العرضيه لتحت ومنها جاب ابراهيم عادل جونين من الثلاثه. نعم.